يتعلق ما يتعلق بكأس العالم. أريد أسألك يا أخي الكريم، اسمح لي وأجبني يا أخي محمد، حفظ الله ابنتك وأبنائنا، لو كنت ذاهب الآن من أجل إجراء العملية وقال لك الطبيب تأخر جالس ينظر مباراته، ما هو كيف يكون شعورك؟ لا شك أنه شعور سيء. طيب ما رأيك لو في عزاء الآن وجالسين الناس في العزاء، قام واحد وفتح التلفزيون على مباراة كأس العالم بدأ يصفق؟ لا شك أنه موقف سيء. طيب أخواننا يقتلون الآن في مشارق الأرض ومغاربها ونحن نجلس نظر مباراة كأس العالم؟ وأنت تعرف أن أحد كبار اللاعبين كيف أحبه أبنائنا؟ كيف أحبه أبنائنا؟ وجاء إلى إحدى مدن المملكة، استضيف فينا عند نادي من الأندية، حتى قلدوه في القرد. فجاء شخص وقال للشاب لماذا تلبس هذا القرد؟ قال لأن اللاعب الفلاني يلبسه. قال لا، هو يلبسه باليسار، فأخذ من اليمين إلى اليسار. أتعلم من سأصبح هذا اللاعب؟ مدمن مخدرات وإن كان على مستوى العالم، وأصبح أيضا يذهب إلى حائط المبكى كما يدعون في إسرائيل. هذا الذي أعجب به أبناؤنا مع كل أسف. تلك مباراة كأس العالم الماضية عندما كان التلفزيون ينقل الأذان ولا يزال ينقله من الحرم، كانت المباراة تنقل فالتلفزيون قال الآن ماذا؟ قال ننقل الأذان، وكانت الكرة قريبة من الباب، فقام هذا الشاب ولعن المؤذن. أقول للآباء، للأمهات، للذين يشاهدون هذه المباريات يوم القيامة، سيفتح لكم صفحة التي جلست تنظر فيها لهذه المباريات، هل تسرك أو تسوءك؟ صحيح. هل تفرحك يوم القيامة وأنت أمام الله أو تتمنى أنك لم ترى هذا في حياتك؟